هلو هامسترز، في هذا الفيديو جيت باش نشارك معكم الطريقه كيفاش نديروا نحلوا الديلي سيفر ديال اليوم ونحصلوا على الكود مورس. فلا بغيتوا تحلوا الديلي سيفر ديال اليوم عليكم الا تبعوا معايا المراحل التاليه. اذا اول حاجه كنديروا كنضغطوا على الديلي سيفر. اما بالنسبه لانجاز لغز مهمه الشفره اليوميه بالنسبه للشفره القادمه فغتلقاوها في اعلى الشاشه وكذلك في اول تعليق متبات. اذا نمروا الكود مورس ديال اليوم. عندنا الحرف الاول اللي هو ال واللي كنحتاجوا فيه نقطه تيري نقطه نقطه، وغادي نطبقوها بهذه الطريقه نقطه تيري نقطة نقطة. إذا بهذه الطريقة كما كتشوفوا كنحصلوا على حرف L. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على حرف E واللي كنحتاجوا فيه نقطة نقطة، وغادي نطبقوها بهذه الطريقة نقطة نقطة. بهذه الطريقة كما كتشوفوا كنحصلوا على حرف E. دابا غادي نمشيو ديريكتومون باش نحصلوا على حرف S واللي كنحتاجوا فيه نقطة نقطة نقطة، ثلاث نقاط، وغادي نطبقوها بهذه الطريقة نقطة نقطة نقطة. بهذه الطريقة كما كتشوفوا كنحصلوا على حرف S. دابا غادي نمشيو ديريكتومون باش نحصلوا على حرف E أو أعتذر حرف T واللي كنحتاجوا فيه فقط تيغي، وغادي نطبقوها بهذه الطريقة تيغي. اذا بهذه الطريقه كما كتشوفوا كنحصلوا على حرف تي. دابا غادي نمشيو عاوتاني باش نحصلوا على حرف اي مره اخرى واللي كنحتاجوا فيه نقطه نقطه نقطتين، وغادي نطبقوها بهذه الطريقه نقطه نقطه. اذا بهذه الطريقه كنحصلوا على حرف اي. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على حرف ان واللي كنحتاجوا فيه تي غي نقطه، وغادي نطبقوها بهذه الطريقه تي غي نقطة. بهذه الطريقة كنحصلوا على حرف N. دابا غادي نمشيو باش نحصلوا على آخر حرف في الكود مورس ديال اليوم اللي هو ليستينغ، والحرف هو جي وكنحتاجوا فيه تي غي تي غي نقطة، وغادي نطبقوها بهذه الطريقة تي غي تي غي نقطة. وبهذه الطريقة كما كتشوفوا كنكون حصلنا على الكود مورس ديال اليوم اللي هو ليستينغ، وكذلك حصلنا على الإنجاز المهمة ديال شفرات اليوم، وكذلك كنحصلوا على البرايز اللي هي 1 مليون كوين. وبهذه الطريقة كنكون قمنا بإنجاز جميع المهام اليومية كما كتشوف قدامك. فإلا كنتي مهتم بإنجاز جميع المهام اليومية ديال هامستر كومبات فما عليك إلا تشترك في القناة، تفعل زر الجرس، وما تنساش تخلي لنا لايك تعليق زوين. نشوفكم في الفيديو الجاي. تهلاو.